بهيدا الفيديو بدنا نطبق عمليا كل شي شرحناه بدرس الالكتريك سيركت. رح نعمل كونستراكت لالكتريك سيركت ورح نشوف كيف الالكتريك كومبوننتس بيشتغلوا مع بعض. هنبلش بالباتري. خلينا نتذكر شو تعريف الباتري. انه هي السورس للالكتريك انرجي ان ذا سيركت، وظيفتها بقلب السيركت تعطي كهرباء للاذر كومبوننتس، مثل بتعطي كهرباء لللامب الضوئي، وظيفتها to generate electric energy. generate معناتها تعطي. كمان لازم نعرف انه الباتري او الدراي سيل عندها two different poles، positive pole and negative pole. يعني من الميلتين عندي ميلي positive ميلي negative. اوكي، مثل بهيدا الكيس البول حد لون الاصفر هو البوزيتيف وحد لون الاسود هو النيجاتيف. هلا رح اجيب اللامب، ان اللامب بتاخد الكهرباء من الباتري وبتضوي. رح اعمل لهم كونكشن ثرو وايرز. الوايرز هن مثل طريق للكهرباء يلي بتجي من الباتري تو ذا لامب. إن شكل السيركت لازم يكون على شكل ريكتانجل. اوكي، مثل ما لاحظنا ده لامب جلوز. شو السبب انه اللمبة ضويت؟ لانه توفر عندي تو كونديشنز كتير مهمين. اول واحد انه ده سيركت is complete. شو معنات complete؟ معناتها كل المين بورتس موجودين، موجود البطارية، موجود الوايرز، موجود اللامب، ما استغنيت على ولا كومبوننت. that's why the lamp glow. لو قفيت شي كومبوننت من هالثلاثة ما كانت ضوت اللمبة. condition الثاني انه the circuit is closed، مسكر السيركت، لانه لو كانت open ما بيقدر يمرق الكيرنت وبالتالي ما رح تضوي اللمبة. في معلومة أنا كتير حابة تعرفوها، هي اللي حندرسها من درس بدرسنا الجاي، إنه الكهرباء يلي بتجي من الباتري لللامب عندها دايركشن. هذا الدايركشن كيف شكله؟ مش نحنا إن الباتري عندها تو بوزيتيف بولز، واحد بوزيتيف والتاني نيجاتيف. The direction of the electric current يلي بالعربي يعني كهرباء من البوزيتيف تو ذا نيجاتيف. خلوها براسكم، من البوزيتيف بول تو ذا نيجاتيف بول. اوكي، طبعا هيدي شكل الالكتريك سيركت بريل لايف. خلينا نشوف كيف شكلها بالسيمبل. يعني اسا رسمتون السيمبلز بيكون شكلها هيك. شو السيمبل للباتري؟ عندها تو تيرمينالز، الشورت هو النيجاتيف واللونج هو البوزيتيف. الوايرز على شكل سيجمنت، واللامب انه بدنا نحفظها سيركل بقلبها اكس. هلا بدنا نحكي عن الكتريك كومبوننت يلي هو السويتش. رح نشوف السويتش شو تاثيره على السيركت. السويتش ممكن تكون اوبن ممكن تكون كلوز. هلا هي هون اوبن، بقدر بعمل لها كلوزد. رح نشوف بكل كيس امتين بتضوي اللمبه وامتين بيمرق كهرباء من الباتري لللامب. مثل ما لاحظنا من الكونديشنز لللمبة تضوي انه لازم السيركت تكون closed. اذا سكرت السويتش يعني صارت closed circuit، معناتها the lamp glow. والعكس صحيح، اذا كانت السويتش open صارت open circuit وبالتالي اللمبة ما ضويت. اوكي، هلا بدنا نحكي عن الكوندكتور والانسوليتر وشو تأثيرهم بقلب السيركت. شو معنى الكوندكتور؟ conductor هن bodies that made of iron, metal, aluminium, gold. يعني كل شي bodies بقلبهم هول المكونات معناتها they are conductor. conductor لح يقدر يمرقوا للكهرباء بقلب السيركت. هجيب هيدي القطاش. هيدي القطاش made of aluminium، مفروض تمرق لي كهرباء. مثل ما لاحظنا the lamp glow. تعالوا نحكي هلا على الانسوليتر. انسوليتر are bodies that does not allow the flow of current in the circuit. ما بيقدر يمرقوا لي كهرباء وما رح تقدر تضوي اللمبه اذا دخلتهم بقلب السيركت. مثل شو؟ مثل كل شيء مكون من بلاستيك، من وود، جلاس. هولي كلهم are called insulator. حجيب هيدي الايريزر حشوف هي حتضوي لي اللمبه او لا.
مثل ما لاحظنا مضوة اللمبة because it is an insulator body. خلينا نعطي example تاني. هيدي gold coin. إن الجولد هو conductor مفروض يضوي اللمبة. فإذا لازم نعرف إنه الكوندكتر إن the bodies that allow the electricity to pass through while the insulator does not allow the electricity to pass through.